ما أنت وش هيدن كادي ديمني شيء قال قندرشة ما شاء دكتانا بيجنا سدحها كوبنان أضيق دلالي سدحها أوبنان يرير قندش إنه يسيد علي ما أنت الدشان وأوبنان أنت والغو حكم والغو فلنا وقضب دعودي ولا باري سوالبا مركان بوق مجرو هذا المجرو قفل بو حواي إنه قدرت إلهي كوقنا حدو ننكاس كبربو الدلي نفتي نفقو سوال الدلي يا حكم إلهي وي ما أنتنا عدو البوي أكتا ننكا شانت سيقر سوقت شدال سوقت قبي سبب سوما قبضو لغاها كما قبان اي كوركا كريكا قبت هده اياد ازقوبي لهاد لغاها كقبالي لغاها اعلان باي مرساتي او مرسانا حكم كي والابدي محكمة دو اسكو راعدي اللي بنتي يقوحي قعنتي نيكو جران رمتي وحان ربا انان رمتا اوشيغو دادك الصوماليات رمتي قرصورك الصوماليا مانتا او شقينيا محكمة دا قبالك بنادر قدوميه يا اجوغا يحير الالنتا سفي عن اي الدعوة مع الداود سيد علي مع الداود اي وجهن محكمة دا بدبادة دا رنتي سفي عن اي امارة وهذا الشيء حق الدين تا اسلام كا ايضا عسكا نيسا وحالي لابدا بيلود او منا دبناها يهي منا دبكا جيستي انكو هرمرا باشا دبكا كدعا باشا رير حاجة سليبان رنتي وابيل مق يميسان لي وابيل كو استيسان نبت اي هرمر اي وناق رنتينا وداد صوماليا او دب لحاد او احمركي هولاها سوكالا دعان لكن ما أنت ما دام إذنك إذن كده عدي لحد قدوبتين سيد علي مع الداود أتكسو قبتين قبل كمدوك كالقدود ما يا قبل كمدوك أتكسو قبتين عيدان كسردون كأدوكنتين مقالدة مغدوشة أتكنتين دولة دي فدرال كديارة أتكسو دولة دي فدرال كأتكو ريجيسين حكم كاس كرسور كأسوغيسين انت سوح الرادينيسين عدلي إنو ويلكين عدلي هلو كبرداس مرودي سأهيدنا وأساق سببتنا اي علي هشو رنتينا حق الهي باق رنتي رير مركا وحا إذن لا يهي حكم كا هدي وقالت كل عو او اجتهادو نكال الهدو قادقا انتو اجتهادو اركتدي سي وكل سو الدعوه دي حيالان انتي مالور بالدعوه سي وكل سو وحيالا نكاس كسو بحي حكم كاس وكل دو هدي وقالده حتى وحوا يدن بكما اهان هدي او سحانو الهي ليسينا واسيداس مانتنا عدو البوي اوكتا ننكا شانت سيقر سوقت شدال سوقت قبي سبب سوما قبضو لغاها كما قبان اي كوركا كريكا قبت هدي اياد ازقوبي لهاد لغاها كقبالي لغاها اعلان باي مرساتي او مرسانا سيدو شيغا قدوميها محكمة دا قبل كبنادر يكن رعفانك رعفانك مركي اي دعدي رعفانات كقادتين حق باد اولادين دعودي ولا باري سوالبا مركان بوق مجرو هذا المجرو قفل بو حواي إني قدرت إلهي كو قنعدو ننكاس كبربو الدلي نفتي نفقو سوال الدلي يا حكم إلهي وي ننكاسنا إلو الدعي أي مضانتهي تتكان قبادة كلمتنا حدا بحيد اللتين بريا حيد لأنه قدونتين إنا وحسكولارتان هو يدي لشي يولالي لشي بيركو دو حنونيان سيدي الشلي قبادة والدك دو حنوني سوا اندريمينا حنوكا سواء إن لا غيبسنين لكن حكمك محكمة بدبادة يكن قبل كبنادر وإن له قاسما وحورا أو ميسا سكفرا ماله قفتي هذا الشنا هاد قف إسكا هذا الشيء إنه قطعنا دريمينا وحي الشرعي هاد يكو حد قدبتنا هي أداها قرصور كي أمني أتال ثلاثة ساعة أسو جيدين يا رهير حاج السليبان قاسة ورتدي ويلك وكردنتي هو يديس يا أبيس يا ولاليس نكاسي نفتيسا يا نفتيدا يا تينا ينكا حكومة ويسمي مركا حكم كاس يماشو كل عيها اللود داي انتو هادا او حكم كاس عدد داد بادنا افكا كتاك اساقنا وقتيقا عدو محكمة دا ادليس او القفل لناي وحاسو لان الهي با اتالا حمودكا كتالا لكن انا وحان كالي حكم كاس محكمة دا عدي يفلون تيدا وان لو غدا بايا محكمة دا انا قا هالا يدنكا يداد هادا ما انت ادقيسنا يبا سيد علي إنه كورمر أنا لقيها مركز عمري جينا الله نوسي هذا كيف كان يجريدين إلهي مكلمي وحكروا مركز ربع وري السوق هاي بوبينه رير ك جبرداس كدلتي ورير ولا لهنا هرابة شغالة شغال ومحمد محمد هراب واي مرتيلا أنا لقونا نسا وشغال ولا ليا لو قندرش دلنا ودر دلنا ويه سلاباني إذن كوا إسمنتين أنا جابين إذا ما كل حكتان دزبلان أي محمد هراب يا مدرك عسراب يا مرتلا إيرابان كنا وإيش منتين؟ وحيال إسك قاشان بوريس واجرات دبلها أفرت أبرق دي أدير كل واحد حق إسك الكيرابا كون وحال ربع أرنتاسي إذن كإذن تلا
maartay dad wada dhashaatiin xukunki waa labadii maxkamad oo isku raacday ee libintii wixii gacantiina ku jiraan xaq waxa u leedihiin inaad wiilkaas tiirka geysataan oo leedin fuliyo xaq baad u leedihiin maanta maadaama labadii maxkamadood ay isku raacdana inaad wiilkaas odayga geedka uu ka furo oo diyo ka qaatana sharaf weyn bay ku jirtaa runtii waa ninkaas waa lagu xukumay labadii maxkamad waa la xukumay awooddi waa la arkay inaa lagu tagrifali karin waa lagu arkay raganimadaadu waa la arkay shiqaar gandarse dad gabdhooda la raadinaya hadda kadib noqonaya oo dal iyo dabad gabadh reer gandarse maaragta la leeyahay macnaha dadnimada iyo sidaa u wajahdeen maanta marka waxaa idiin dhiman ana hal qodob aa idinkugula talinaya taladiina idinka idiinta saddexaa kuu bannaan odayga dhalay saddexaa u bannaan iyo reer gandarse inay sayid cali maanta dishaan waa u bannaanta waa lagu xukumo waa lagu fulina waa qodob inaad diya ka qaadatana waa kuu furanto xariga aa ka furato oo addoonyow iska shaqayso ilaahay maalintii uu ku soo doona ha ku dilay waa raganimo oo farxadda walaalka iyo reerka iyo arrinta beruto reer xaaji saleebaan ama hiraab dhexdooda ama shiqaal iyo madarkicis ama hiraab iyo ka dhacaysay noqonaysaa gugundhib waxa waaye taariikh aad aasteen ood dhigteen dhagax dhigteen ayay shiqaal gandarsha noqonaysa haddii aad iska cafisana waad heli kartaa laakiin mid ma doonayno waxa weeye shalay gabadhaada markay dhimatay ee finijiteer ku jirtay saad u xanuunsanayseen ayay maanta u xanuunsanayaan ra-eelka sayid cali marka xididnimona waa idin soo martay inkastoo owlaad idin dhex marin laakiin ha baabi'inina beri waxa waaye sayid cali walaalihiis ayaad guursan kartaan idinkana idin guursan kara waana wax dhici kara waadaxa dhacayba marka waxaa la rabaa arrintaas inaad buuqeeda yaraysaan hadalkeeda yaraysaan hadal yar howl badan saddexdaas arrimood unbaa idinka sugaynaa anoo idiin dhexeeya oo ah suldaankii guud ee beesha maxamuud hiraab duduble aana suldaankii hiraab hawiya somaali saddexdaas qodobaan shiiqaalka sugayna wiilka waa laidii xukumay maxkamadda ha idin fuliso waa raganimo walaalnimo diyo qaata maanta dee wixiina muran kuma jiraan bannaankii yaanay xaniihin soomaali faan walaal wax ku xeerta rag waa kii waxna xeerta waxna xugunsada waxna xugunsada waxna xeerta oo ninkii diyo ka qaata reer xaaji saleebaan maahane hiraab intaa isku yeertaan halkaasa naloo dhiga dhaha waa raganimo haddaad iska cafisaan waa raganimo saddexdaasna diinta islaamka idiin bannaysay intaasaan idinka suga anoo ah suldaankii beesha maxamuud hiraab suldaankii hiraab suldaankii hawiyo middaad qaadataanna waa idinku qaadanayna nin ka hadli kara male maanta usha idinka idiin dhiibnay shiiqaal gandarshe meeshaa dhigtaanaan dhigaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet